تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج نفتح أبواب التواصل معكم مستمعينا لاستقبال آرائكم ملاحظاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم بشكل أو بآخر في يعني تقديم خدمة صحية ترقى بتوقعاتكم وتسعى من خلالها الهيئة لإسعادكم. فيعني رسالة الهيئة مجتمع أكثر صحة وسعادة، وهذا برنامجنا صحة وسعادة منكم وإليكم. أرقام التواصل معنا 600-55-1414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006. أيضا الآن متواجدين معاكم عبر حساب هيئة الصحة بدبي DHA_Dubai، وإن شاء الله خلال لحظات منكون معاكم عبر حساب نور دبي في الانستغرام لايف. مستمعينا، يعني بداية هذه الحلقة نبغي نذكركم أن آخر هذا الشهر بيكون آخر موعد للتأمين الصحي، ماشي؟ بعدها سوف تبدأ فرض الغرامات، وأعتقد أن خلاص يعني ما في أي فترة للتمديد. اللي ما صحح وضعه يجب أن يصحح وضعه الآن. فأيضا الجماعة في التأمين الصحي خصصوا موقع لخدمات التأمين الصحي وهو www.ishd.ae. هذا الموقع يمكن أفراد المجتمع الدخول عليه إن شاء الله والتعرف على كل تفاصيل المنظومة الخاصة بالتأمين الصحي والمستهدفين منها في إمارة دبي، وأيضا الباقات التأمينية المتوفرة. ضافوا تقريبا 3 كانوا 9 شركات وصاروا الحين 12 شركة، فممكن تتعرفون على الشركات التأمين اللي تقدم الباقة الأساسية اللي هي تتراوح أسعارها ما بين 550 إلى 650 درهم، فهذه باقة التأمين الأساسية. أيضا أي موضوعات خاصة بالتأمين الصحي بشوفونها على هذا الرابط اللي ذكرناه. من بين الأخبار اللي طالعنا فيها الصحف ووكالات الأنباء عندنا خبر يقول صباحكم صحة وسعادة، أهلا بكم جميعا. طيب، النوم في وقت متأخر من الليل يساعد على البدانة. أنا أعتقد هذا الموضوع ما يبال الدراسة، ولكن في دراسة فنلندية جديدة أفادت أو أشارت إلى أن الأشخاص الذين يخلدون إلى النوم باكرا يميلون إلى تناول نوعية صحية من الطعام في صباح اليوم التالي. ووجد الباحثون أن أولئك الذين ينامون في وقت متأخر من الليل يختارون الأطعمة السكرية في وجبة الإفطار. وأظهرت نتائج الدراسة التي نشرت في مجلة أوبسيتي أن تناول الطعام في الليل قد يرفع من خطر التعرض للبدانة مع احتمال الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. وأوضح الباحثون أن عدم تناول الطعام خلال يعني ساعات النهار يؤدي إلى تناول أغذية غير صحية بالليل. والله تبغون الصدق، هذه من تجربة شخصية. أنا أعتقد الكلام هذا سليم، لأن سبحان الله في الليل الواحد يتوجه إلى الأطعمة الغير صحية، هذا واحد إذا كل زين. اثنين، إذا أنت بالفعل نشيت من الصبح، يعني سبحان الله صلي الفجر وتنش وتذا عندك وقت تريك تسوي لك هاك الريوق الزين، ولا تعطيه فول هانمر، فول يدوخ الفول زين، تعطيه هذاك الفطور الزين الصحي اللي بيمشي معاك على مدار اليوم. الحبوب في الأفطار
يا أخوي تتكلم عن الحبوب في الإفطار إن شاء الله. في عندنا وين دكتورة ندى؟ دكتورة ندى ما أخذ إجازة، يعني قلنا لها المفروض أني أنا أطلع إجازة، خونت فينا وطلعت هي إجازة. عموما الله يرد لنا بالسلامة، مفتقدينها في البرنامج طبعا. حبوب شنو يا جماعة الخير؟ يعني التعليقات اللي الواحد يستخف دمه فيها ما لا داعي يا جماعة. يعني برنامج موجود لفائدتكم، موجود لكم أنتم، يعني نحاول من خلال هذا البرنامج نقدم لكم المعلومة الصحية السليمة اللي أنتم ممكن يعني تستفيدون منها، تتحافظ على صحتكم. فعموما يعني الظرافة هذه ما نبغيها، فسامحنا، يعني ما أحب أسوي هايد حق أي حد في هذا، لكن في بعض التعليقات تضطرني لهذا الشيء. أيضا مستمعين اليوم يعني كان في خبر لوزارة الصحة من اتطرق له بالتفصيل، لكن ذكرت أو أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن الصنف الدوائي اللي يحمل الاسم التجاري فولومكس غير مسجل أو متداول في الدولة، محذرة من تداول أي مقاطع فيديو تختص بالصحة بشكل عام وتحديدا الأدوية. وأوضحت أنه لوحظ أخيرا تداول مقطع فيديو يتحدث عن صنف دوائي يحمل الاسم التجاري فولومكس، هذا من عيار 250 و500 جرام الذي تنتجه شركة إيبيكو المصرية، وتبين أنه فيديو قديم يعود إلى عام 2015 ولا يجوز إعادة تداوله بين الناس، ما يسبب الفزع ويعطي انطباعا خاطئا عن منظومة الدواء ويسيء إلى بلد المنشأ، كما يسيء للشركة المصنعة والتي تعتبر إحدى أفضل الشركات المصنعة للدواء في مصر. طبعا نحن منحاول بعد الفاصل يعني نلقي الضوء أكثر على الدواء هذا وعلى هذا التصريح، ولكن منشوف على حسب وقت سعادة الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية دكتور أمين حسين الأميري. يعني إن شاء الله نقدر نوصله، لأنه هو الريال قال لي وعدنا، قال إن شاء الله أنا في اجتماع إذا لقيت فرصة أني أنا ممكن أستأذن 5 دقائق أدخل معاكم هذه المداخلة وأرجع، كان بها ما قدرت فمن حاول. عموما فاصل مستمعينا، بعد الفاصل ما نتواصل بإذن الله. صحة وسعادة، أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. مستمعينا قبل الفاصل كنا نتكلم عن أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع أكدت أن الصنف الدوائي الذي يحمل الاسم التجاري فولومكس غير مسجل أو متداول في الدولة، وتحدثنا عن يعني الانطباع اللي ممكن يعني يصير عند الناس نتيجة تداول بعض الفيديوهات القديمة أو غيرها. فلذلك كان الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص ورئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية سعادة الدكتور أمين حسين الأميري أكد أن الصنف الدوائي فولومكس غير مسجل أو متداول في الدولة، وتم التحقق من بلد المنشأ، وحد يعني ما نتعرف أكثر على تفاصيل هذا الفيديو اللي انتشر في خلال الأيام السابقة. فمعانا عبر الهاتف دكتور سعادة الدكتور أمين الأميري. صباحك الله بالخير دكتور. صباح النور، أهلا وسهلا. الله يسعد دكتور. أنا طبعا قبل الفاصل كنت أتحدث وأقول حق المستمعين أن احتمال الدكتور موجود في اجتماع، نحن من طلعه ومن كرم أخلاقه دائما ما يتواصل معانا الدكتور، فإذا قدرنا نطلع زي. وانت جزاك الله خير ما تقصر معانا الدكتور دائما على التواجد في حال إذا كانت هنالك فائدة للمستمع بشكل أو بآخر، خاصة ونحن نتحدث عن الأدوية وخطرها على الناس، وخاصة المسائل اللي بدأت تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ففي البداية دكتور خلنا نتحدث عن هذا الدواء، ليش تم التصريح بأنه غير مسجل أو غير متداول في الدولة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أنا أشكركم على هذا التواصل واهتمامكم
لموضوع يختص بصحة وسلامة مجتمع دولتنا الحبيبة دولة الإمارات، وأنا فعلا كنت في الاجتماع وطلعت عشان خاطركم لأهمية هذا الموضوع، وأنا شاكر لإذاعة نور دبي على هذا التواصل وعلى يعني هذه المبادرات الهامة والجيدة في خدمة الوطن وفي خدمة الناس. أولا حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع نحو طمأنة الجمهور الكريم بأن هذا الصنف الدوائي لم يدخل إلى الدولة وهو غير مسجل في دولة الإمارات، مع العلم أن هذا الصنف الدوائي فلوماكس هو مضاد حيوي يستخدم لعلاج بعض الحالات المرضية من صنع أحد أفضل الشركات المصرية. هذه الشركة رائدة وشركة جيدة ونحن نفتخر فيها، ونحن كدولة الإمارات دائما داعمين للصناعات الوطنية الإماراتية والخليجية والعربية لأنها تميزت على مستوى دول العالم، وحريصين كل الحرص كذلك بأن لا يتم يعني وضع الإساءة أو الإساءة للصناعات الوطنية والصناعات العربية المتميزة، لأن هذه المعلومات عندما يتناولها الناس لا شك بأن أولا دخل نوع من الذعر والفزع بين الناس، خاصة أولياء الأمور اللي عندهم أطفال، لأن حقيقة شوموكس 250 ميلي جرام كان للأطفال و500 ميلي جرام للكبار، واستخدام هذا الصنف الدوائي على نطاق واسع ليس فقط في 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 مصر وإنما في الدول العربية الأخرى، ولهذا المصنع هنالك أصناف دوائية أخرى مسجلة في دولة الإمارات عدا هذا الصنف كان غير مسجل، وحدث بأن تم غش أو صناعة هذا الدواء بطريقة الغش الدوائي ووضع مطحون السيراميك بدلا من المادة الفعالة وهي لعلاج الحالات المرضية المختلفة كمضاد حيوي. فلذلك كنا حريصين أولا كل الحرص بطمأنة الجمهور بأن هذا الدواء لم يدخل إلى الدولة ولم يتم تسجيله حتى الآن. ثانيا نحن حريصين كل الحرص بأن نضمن ونحمي الأمن الدوائي في دولة الإمارات ومنع الإساءة للأمن الدوائي في الدولة من خلال تداول مقطع الفيديو عندما قامت إحدى القنوات الفضائية في مصر ببث حقيقة مقطع فيديو بضبط المروجين لهذا الصنف الدوائي المغشوش، مع العلم بأن هذا المقطع أو مقطع الفيديو لعام 2015 وهذا الموضوع قديم. نعم هذا الموضوع قديم، ولكن للأسف الشديد الناس تستغل وسائل التواصل الاجتماعي الاستغلال السيء، مع العلم أن وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا خصصت لخدمة الإنسان، خصصت للإيجابيات التي يجب الاستفادة منها، ولكن ما يحدث الآن للأسف الشديد الناس إما بحسن النية أو بسوء النية، وأنا قد أرجح حسن النية. الشخص يداول المقطع والمعلومة الصحية من شخص لآخر وتصل إلى الجروبات، وخلال خمس دقائق ممكن المعلومة توصل إلى ملايين الأشخاص من الناس، فهنا أول شيء أدخل الفزع والخوف في أنفس الناس أو في قلوب الناس، وأسيء إلى المنظومة الدوائية أو منظومة الأمن الدوائي في دولة الإمارات، وأسيء كمان إلى الصناعات الوطنية والصناعات العالمية. وثالثا أؤكد بأن يجب علينا نحن ككل فرد من أفراد المجتمع بعدم تناول وتداول أي معلومات صحية إلا إذا كانت صادرة عن الجهات الرسمية، والآن الجهات الرسمية في دولة الإمارات هي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، هي الصحة دبي، هي الصحة أبو ظبي، هنالك مدينة دبي الطبية، هنالك الجهات الرسمية التي تعمل معا كمنظومة واحدة تحت مظلة قيادتنا الرشيدة لدعم صحة وسلامة مجتمع الإمارات ودعم الخدمات الصحية في الدولة. فاليوم إذا أنا فرد من أفراد المجتمع علي أن أنا أمتنع عن إعادة بث هذه المقاطع أو المعلومات الصحية إلا إذا كانت صادرة عن الجهات الصحية في الدولة. فلذلك أرجو من الجميع، أرجو من المستمعين الكرام بأهمية يعني عدم تداول مثل هذه المعلومات الصحية، لأن قد تكون مغرضة، قد تكون مضللة، قد تكون غير صحيحة، والعمل على يعني حتى إبلاغ الشخص الذي بحث إليه هذه المقاطع والمعلومات الصحية بأن أرجوك امتنع عن ذلك إلا إذا كانت صادرة عن الجهات الصحية في الدولة. وأنت كما تعلم أخي الفاضل بأن الجهات الصحية لديها القنوات الرسمية اللي هي وسائل الإعلام الرسمية في دولة الإمارات، وهنالك منظومة متكاملة عن الإعلام في دولة الإمارات تحت مظلة حكومتنا الرشيدة، ونحن حريصين كل الحرص بأن نتواصل من خلال هذه القنوات الإعلامية الرسمية لإيصال المعلومة الصحيحة لكل أفراد المجتمع. ففي كخلاصة الكلام بأن هدفنا الحفاظ على صحة وسلامة مجتمع دولتنا الحبيبة دولة الإمارات، ثانيا الحفاظ على الأمن الدوائي في الدولة،
ثالثا منع الإساءة للصناعات الدوائية على مستوى المنطقة، ورابعا طمأنة الجمهور الكريم بأن هذا الصنف الدوائي غير موجود، وخامسا رجاءنا من المستمعين الكرام بالامتناع عن تداول أي معلومات صحية إذا كانت صادرة عن الجهات الصحية الرسمية في دولة الإمارات. طيب دكتور، يعني للأمانة وردنا اتصال توا من شوي، يمكن سؤال غريب كان يتحدث زين الوزارة هل هي المسؤولة عن حتى الأدوية الخاصة بكرامة بالحيوانات أو كذا؟ أنا أعتقد هذه من مسؤولية البلدية يمكن؟ لا طال عمرك، سؤال وجيه وليس غريب، وقد يكون سؤال ذكي. موجود معنا على الهواء؟ اي نعم اي نعم، حياك الله تفضل. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صباح الخير. صباح الورد، اهلا وسهلا. كيف الحال؟ حياتي لك. تفضل اسال حبيبي. وهذا عبد الله وياك. عبد الله تفضل يا سيدي. طال عمرك الادويه كرم الله وجهك كرم المستمعين للحيوانات ما فيها سعر، ما فيها اي شيء. سل اللي يبيعونه في الزيت، مكانات في الشارجه في الزيت في كل مكان الامارات دوله. سأل يقول وين السعر؟ قال لا ما شيء السعر، هذا أدوية مع الحيوانات لازم مفروض منو مسؤول؟ ممتاز، وزارة الصحة مسؤول. طيب أبو عبد الله تسمع الإجابة، جزاك الله خير. إذا دكتور أبو عبد الله عنده شقين في السؤال، أنه الأدوية أصلا مو موجود عليها تسعيرة، وأيضا من المسؤول عن ترخيص هذه الأدوية؟ أنا أشكر أبو عبد الله على هذا السؤال، سؤال وجيه. أولاً الجهة المعنية بالتسجيل كافة الأصناف الدوائية في دولة الإمارات هي وزارة الصحة. الأدوية أنواع، منها الأدوية البشرية والأدوية البيطرية والأدوية البيولوجية والأدوية العشبية والأدوية المستخلصة من الجينات، وهناك المكملات الغذائية ذات الإدعاء الطبي. فكل هذه التصنيفات التي ذكرتها حقيقة معنية بها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لكن هنالك لجان متماثلة بها جهات ذات الاختصاص. يعني اليوم هو الأخ أبو عبد الله يتحدث عن الأدوية البيطرية، أمس كان عندنا اجتماع اللجنة العليا للأدوية البيطرية لتسجيل الأدوية البيطرية. التسجيل يتم من خلال وزارة الصحة، ولكن بوجود وزارة البيئة، إدارة البلديات العامة، بلدية أبو ظبي، بلدية دبي، بلدية الشارقة، وميدان المعنيين بالخيول، يعني حتى الحكومات المحلية متمثلة فيها، لأن هي منظومة متكاملة. ومن ثم يتم الترخيص وتسجيل هذه الأدوية ومراقبتها، ومن ثم يتم السماح باستيرادها من خلال القنوات الرسمية الموجودة في الدولة، ومن ثم المتابعة هي تكون من مسؤولية وزارة البيئة، وهي المعنية بالرقابة على العيادات البيطرية لأن هي مرخصة من عندهم، وهي المعنية بكمان المراقبة على الصيدليات المعنية بالأدوية البيطرية. طيب دكتور، عندنا سؤال ثاني يقول نسمع عن أدوية فعالة لعلاج بعض الأمراض وغير متوفرة في الدولة، كيف نعرف أنه مصرح بها أم لا؟ أولا أنا من واجبي أن أذكر بأن الإمارات وضعت ضمن أفضل 5 دول في العالم لتسجيل الأدوية على مستوى اختلاف أنواعها، وهذا بشهادة الشركات العالمية المعنية بالدواء. فنحن أسرع دولة في التسجيل الدوائي، قد نكون الدولة الثانية والثالثة والرابعة عندما يتم اعتماد الدواء المبتكر من قبل هيئة الدواء والأغذية الأمريكية FDA أو الهيئة الأوروبية للدوائية أو الهيئة الأسترالية TGA بأستراليا. كم وصل الدكتور؟ يعني أنا أتذكر في 2014 أكثر من 8000 صنف دوائي، اليوم كم وصلنا؟ سامحني بس بصلح المعلومة، 2014 و15 كان عندنا 3300 وشيء صنف دوائي، اليوم وصلنا إلى قرابة 9000 صنف دوائي. وبارك الله فيك، باختلاف الأنواع الأدوية نحن كل شهرين أو شهرين ونص هنالك لجنة تسجيل الأدوية، لجان باختلاف أنواع على مستوى الدولة، ونحن أسرع دولة. والآن بحكم أن الإمارات كانت أفضل دولة في التسجيل الدوائي، كان هنالك 24 مكتب علمي تمثل هذه المكاتب الشركات العلمية العالمية في العالم، الآن العدد وصل إلى 53 ونتوقع إلى 75 في نهاية عام 2017. هذا الدليل أن دولة الإمارات فتحت الأبواب بمصراعيها بأنظمتها وبنيتها التحتية وتشريعاتها لاستقطاب الشركات العالمية للاستثمار في دولة الإمارات، ولها مكاتب عالمية وإقليمية للشرق الأوسط شمال أفريقيا، وبالتحديد في إمارات الحبيبة إمارة دبي. الأمر الآخر بأن هذه الشركات تستثمر مليارات الدراهم. النقطة الثالثة بأن جميع الأدوية التي أول ما تسجل في الـ FDA
قبل ما يتم اعتماد صندوق الدواء في الـ FDA نسمح للشركات العالمية تقديم الملفات على النظام الإلكتروني، وإذا اليوم اعتمد الدواء في FDA اليوم الثاني ممكن استخدامه في دولة الإمارات، وهذا الدليل تميز دولة الإمارات في هذا المجال. وهذا سادسا يدعم السياحة العلاجية، لأن اليوم المريض في الدول الجوار ودول الشرق الأوسط الدواء الجديد لما يعتمد من FDA ممكن يوصل إلى الدول الأخرى خلال 2 أو 3 سنوات، هنا في الإمارات يوصل خلال أسبوع، فمعناته المريض يجي إلى الإمارات ويأخذ هذا العلاج بوجود هذا الصنف الدوائي. والشركات تحرص أن تسجل في دولة الإمارات قبل دول أخرى بحكم التشريعات والتسهيلات الموجودة في الدولة والبنية التحتية. ممتاز دكتور. أؤكد للشخص السائل إن نحن أسرع دولة في مجال الدواء والحمد لله الأدوية كلها موجودة. دكتور في سؤالين يعني مسجين على السريع، يمكن أن أنت جاوبت على واحد، ليش ما يسحبون الأدوية المغشوشة؟ واحد المسج الثاني، قبل فترة تم سن قانون بمعاقبة نشر أي إعلان صحي غير رسمي، أتمنى إعادة طرحه وتذكير الناس بها، وشكرا لضيفكم على الهواء أم طلال الأميري. فموضوع الأدوية المغشوشة ليش ما يسحبون دكتور؟ أنا يعني أبغى أتوجه لي العميل العزيز، أن أنت ليش تذهب إلى الأدوية المغشوشة ولا الأدوية المطروحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما تذهب إلى الجهات المختصة؟ جزاك الله خير، أنا لازم أعينك أنت في وزارة الصحة جزاك الله خير دكتور. جزاك الله خير، أنت الأجب يعني أجب بالنيابة عني. أولا في لجنة عليا للغش الدوائي على مستوى الدولة وهي معنية بهذا الأمر، و نحن فورا نقوم بسحب الأدوية المغشوشة بشكل يومي، وهنالك لجنة عليا باليقظة الدوائية معنية مو بس إذا في دواء مغشوشة والدواء عليه نوع من التحذيرات أو ملاحظات أو تغيير طريقة الاستخدام في الليفلت الداخلي لهذا الصنف الدوائي، فورا يتم إصدار التعميم وإعادة النظر باستخدام الدواء، أو إذا في ملاحظات للأطباء التعميم هذا يروح لجميع المنشآت الطبية في الدولة. وإذا في وثرو يعني السحب أي صنف دوائي ليس إذا كان فقط إذا كان مغشوش، حتى لو الشركة تشك في الدواء بنفسها أو جهة الصنع فورا يتم سحب الأدوية من خلال وكيل معتمد في الدولة ومن خلال الجهات الصحية في دولة الإمارات. فهذا الأمر الحمد لله رب العالمين منظم في دولة الإمارات، ليس فقط إذا كان مغشوش ينسحب الدواء، لا، حتى لو عليه ملاحظات أو عليه أي تأثيرات جانبية غير متوقعة اكتشفت مؤخرا. هذه الأمور الحمد لله بشكل فعال، واللجنة العليا لقب الدوائي متمثلة بكل الجهات الصحية بالدولة. أما بما يخص السؤال الثاني، أنا أتفق مع الأخت أم طلال بأن هنالك قانون يعاقب، وهذا القانون طبعا ليس صادر من وزارة الصحة، من جهات أخرى أعتقد وزارة الداخلية، ويعني يجب يعني هو قانون الحمد لله مفعل، ولكن نحن كبشر في هذه الدولة الراقية المتطورة الجميلة دولة السعادة يجب أن نحن ما نتصرف غلط عشان القانون يطبق علينا. إذا كل واحد فينا، كل فرد من أفراد المجتمع التزم بالتشريعات الصحية، التزم بالتشريعات القانونية بالأمور الشرعية بالضوابط باللوائح، والله ما نحتاج إلى قانون، نحن نكون أنفسنا نطبق القانون ذاتيا. يعني أنا سوف أكون القانون، أنا سوف أكون النظام، أنا سوف أكون اللائحة السليمة، وأعلم أبنائي وأفراد أسرتي بالالتزام بهذا التشريع. نحن لسنا بحاجة إلى تشريعات تضبطنا وتعاقبنا إذا التزمنا بهذه التشريعات بصورة سليمة. جميل دكتور، ما شاء الله الأسئلة وايد، ونحن أخذنا يعني من وقتك بزيادة، سامحنا، لكن نتوجه لك بجزيل الشكر. سعادة الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية، شكرا جزيلا لك. شكرا لله، وأنا أشكركم على التواصل. إذن مستمعينا، فاصل، وبعد الفاصل عندنا موضوع جميل جدا، مواضيع تقنية جاية في الدرف، ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيد، الفاصل وراجعين. صحة وسعادة، سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. طبعا دشنت هيئة الصحة بدبي خلال انعقاد مؤتمر ومعرض أرب هيلث الماضي عملية التشغيل التجريبي لمشروع الملف الطبي الإلكتروني الشامل سلامة. انزين هذا المشروع تتبنى تنفيذه
اللي تبنى تنفيذ الهيئة، ويعد المشروع التقني الأكبر من نوعه في المنطقة والمعتمد على آخر ما جادت به التكنولوجيا الحديثة والوسائل الذكية التي توثق عملية التواصل القائم بين المريض والطبيب. ويمثل المشروع نظام إلكتروني موحد يطبق على مستوى كافة الوحدات الطبية والصحية بالهيئة، من مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية واللياقة الطبية والمراكز المتخصصة. حول هذا المشروع زين ما نتكلم اليوم، نحن عندنا الجزء هذا كله مخصصة للتقنية. فمعانا عبر الهاتف الأستاذة أماني الجسمي، مدير إدارة تقنية المعلومات في هيئة الصحة بدبي، وأيضا في الاستوديو أنا بعد كذلك سمحوا لي برحب بالحريم أول زين الأستاذة عائشة العلي من إدارة تقنية المعلومات، ومع طبعا الأستاذ وليد الظهوري رئيس قسم إدارة تقنية المعلومات في الهيئة، وأيضا معنا المهندس عبد العظيم سلطان العلماء رئيس شعبة العمليات. حياكم الله معنا جميعا، واسمحوا لي ناخذ هذه بداية السؤال مع أستاذ أماني بما أنها هي مستعيلة وما عندها وقت، كنا نتمنى أن تكون معنا في الاستوديو. صباحك الله بالخير أماني. صباح النور، هلا مرحبا. زين، أول شيء يعني ما شاء الله عليكم حققتوا إنجاز قوي في الفترة الماضية، فخلينا نعرف المستمعين بمشروع السلام، نعطيهم نبذة عن هذا النظام، هذا المشروع التقني اللي يعد الأضخم يمكن في المنطقة. طبعا محمود، تم إطلاق المشروع في 2016 فبراير برعاية الشيخ حمدان بن محمد طول الله عمره، وتم طبعا المشروع فيه مراحل متعددة، يعتبر من مشاريع الأكبر من ناحية الimplementation، يعني على مستوى الشرق الأوسط، إن حجم المستشفيات والعيادات اللي بتتم يعني تطبيق هذا النظام بمرة واحدة، يعني هاي هي يعتبر من يعني الأولى على الشرق الأوسط. حتى عالميا أنا يعني أنا تطرقت، يعني حتى أنا سافرت أمريكا وشفت التطبيقات، بس إن يكون بهالطريقة 20 مركز صحي وعيادة متخصصة وأربع مستشفيات في خلال 6 شهور تكون يطلقون مع بعض، فهاي يعتبر إنجاز كبير. إحنا المشروع طبعا له 6 مراحل، وإحنا في تقريبا الحين في المرحلة الأخيرة، مرحلة الإطلاق. احنا في خلال هالمراحل ما كانت، يعني احنا انا ما اقدر اعتبر هذا المشروع مشروع تقني فقط، هو مشروع تقني طبي اداري متكامل، لان غيرنا تقريبا اكثر عن 300 اجراء عمل في المستشفيات، وحدنا اجراءات العمل. يعني ممكن كانت تجربة العميل في مستشفى دبي غير عن مستشفى راشد او مستشفى حتى او لطيفة، لكن احنا وحدنا تجربة العميل، تجربة واحدة، يعني عملية التسجيل نفس الشيء، عملية العلاج، عملية، فكل المراحل احنا وحدناها. ثاني شيء، احنا استخدمنا التقنيات الحديثة، تقنيات اللي هي يعني أفضل الممارسات، أفضل التقنيات، سوينا أبجريد، ترقية لبعض أنظمتنا الحالية، ترقية للبيوميديكال ديفايسز هي الأجهزة الطبية، عشان يكون فيها الانتجريشن، يكون فيها ربط إلكتروني متكامل مع النظام. فهو يعتبر نظام متكامل طبي end to end. احنا بدينا في مرحلة التطوير، بعدين مرحلة التستينج اللي هي التجربة، واطلقنا في شهر يناير 30 يناير اطلقنا اللي هي يسمونه السوفت لانش، اللي هي الاطلاق التجريبي للنظام، جربناه من ناحية تقنية. لكن عشان نطلقها على مستوى الهيئة لازم يكون في تدريب، احنا عندنا اكثر عن 11,000 موظف بيستخدمون النظام، فيعني تغيير متكامل لطريقة العمل. فبدينا بالتدريب، ففي مرحلة اولى بنروح راشد وثلاث مراكز صحية، فبدينا التدريب، والحمد لله التدريب كان يعني ناجح. احنا عملية التدريب مش بس حضور، يعني
موظف يحضر الدورة وخلاص، لا، في إنه يحضر الدورة وفي نهاية امتحان عشان نضمن إنه تعلم النظام، وإذا ما نجح في النظام يعيد الدورة. فهني عشان نضمن إن الموظف تعلم كيف يستخدم النظام. طبعا يكون فيها دورات مختلفة وحسب الصلاحيات، يعني دورة الممرض غير عن دورة الطبيب غير عن دورة الفني، في دورات مختلفة. فيعني إن شاء الله قريبا في شهر أبريل القادم بيكون الإطلاق الرسمي في مستشفى راشد، وأعتقد الفريق بيشرح لكم التفاصيل. لا والله كنت أفكر أطرشه من المكتب عندك عقب، ما شاء الله ما خليتي شيء ما قلتي. جزاك الله خير يا سولف وياك. لكن بأمانة يعني إذا ما نتكلم، هو إنجاز جميل لكم أختي أماني، نحن نتمنى لكم التوفيق. أنا برجع للفريق باخذ تفاصيل الحين معاهم. شكرا لك على هذه المداخلة. شكرا جزيلا. إذا كانت معنا عبر الهاتف الأستاذة أماني الجسمي، مدير إدارة تقنية المعلومات. عائشة، أول شيء يسألوني أنت أختي، أقول لهم أختي في الله، إنزين، لأن شافوا تشابه الأسماء، نفس الجبيلة. لكن أختي عائشة يعني أماني تطرقت لي المشروع ككل. أنا اللي يشد انتباهي أنكم أنتم ما شاء الله يعني ضميتوا أكثر من 1,400,000 سجل إلى نظام سلامة الشامل، زين، وعدد كبير. طيب هذا بالنسبة للمرضى المسجلين، إذا كانوا في مرضى إيداد عندنا شو يسوون؟ زين، بسم الله الرحمن الرحيم. بس جربي من المايك، انت صوتك ما شاء الله جهوري لكن بعد اكثر، تفضل. طبعا نحن سوينا مايجريشن اللي هو تحويل سجلات المرضى اللي موجودة عندنا في هيئة الصحة دبي ما يقارب 1.4 مليون سجل. ان شاء الله من عقب تاريخ 26/3 سوف نقوم بحجز المواعيد عن طريق برنامج سلامة. يعني ان شاء الله راح نوقف تسجيل اي موعد عن طريق النظام الحالي اللي موجود عندنا، فبيكون تسجيل اي موعد جديد من عقب 26/3 عن طريق سلامة، بما ان احنا نضمن ان المريض مسجل عندنا في النظام. ممتاز. يعني هذا يعني يعطيني بس استفسار، هل المرضى بيتعطلون شوية خلال الفترة القادمة في عملية التسجيل والخروج والمواعيد، ولا شو بيستوي بالضبط؟ طبعا هناك في إرشادات عم أخوي محمود احنا حابين نوعي فيها المرضى. أول شيء أن إن شاء الله عند إطلاق نظام السلامة نبغي التعاون الكامل من المرضى في أن هم يحضرون المستندات الأساسية. المستندات الأساسية هي ضرورة أن يبون معاهم الهوية، يبون معاهم البطاقة الصحية، التأمين الصحي إذا وجد. طبعا بيكون في فريق ميداني موجود في كل المستشفى أو المركز الصحي اللي عنده تفعيل نظام سلامة، والمريض يقدر يوصل ويستفسر عن إذا عنده أي سؤال. اللي نحن حابين الحين من المرضى أنه عند تفعيل النظام هاي المستندات ما ينسونها، يبونها معاهم عشان أن نسهل تسجيل المرضى. إن شاء الله ما بيكون في تعطيل قد ما نحن نحاول الحين يعني مسبقا قبل إطلاق المشروع من 26/3 نسجل المرضى، فهذا بيساعدنا إن شاء الله أن في تسريع خطوات تسجيل المرضى. حاليا وين موجودين في النظام؟ يعني كل المراكز والمستشفيات ولا في أماكن معينة؟ مثل ما قالت الأخت أماني الجسمي، طبعا المرحلة الأولى بتكون في مستشفى راشد، مركز دبي للأمراض الجلدية، عيادات المطار، عيادة البرشة، ومركز دبي للعلاج الطبي وإعادة التأهيل. هاي كمرحلة أولى عند تفعيل نظام سلامة. المرحلة الثانية بتكون إن شاء الله مستشفى دبي وحتى ومركز دبي للسكري ومراكز صحية الأولية. المرحلة الأخيرة إن شاء الله بتكون مستشفى لطيفة ومركز دبي للأمراض النسائية والإخصاب ومراكز العلاج الطبية. جميل. نحن بين فترة وفترة بنكون معاكم بعد كذلك لتوعية الجمهور بهذا الموضوع. وأيضا عائشة أبغيك بعد تحطي لي هذه النقاط، لأن أنا أحتاج أذكر المستمعين والمشاهدين فيها يوميا. نعم. لأن بالفعل تعاونهم بيساهم في إنجاح هذا المشروع. نعم. بعيد عن سلامة أنا بصير عند يعني الأستاذ وليد.
البوابة الإلكترونية للمرضى، هاي بوابة اللي أنتم يعني تأخذون فيها بيانات المريض وكذا وغيره، فحدثنا عن هذه البوابة. هذه بوابة جديدة إن شاء الله بتستحدث مع نظام سلامة. هذه البوابة بتكون تصميم جديد سهل مبسط على المستخدمين للاطلاع على بياناتهم وإدارة مواعيدهم وكثير من المعلومات، منها نتائج الفحص الطبي وأشياء كثيرة. وإن شاء الله هاي البوابة تكون بنطلقها في الربع الثالث، خلال نهاية الربع الثالث السنة هذه. وتكون هي على شكل بوابة إلكترونية وبعد نفس الوقت تطبيق ذكي للمستخدمين. على طار التطبيقات الذكية، خلنا نتكلم عن التطبيقات الذكية مات الهيئة على عجالة، لأن أنا عندي بعد عبد العظيم أبغى أسأل بعض الأسئلة. تفضل. عندنا نحن تطبيق صحتي اللي هو يخدم مراجعي عيادات مستشفيات هيئة الصحة بدبي. إنزين، عندنا تطبيق طفلي للأمهات اللي يخططون أنهم يحملون، وبعد خلال فترة إدارة عملية الحمل بيكون من خلال تطبيق خطوة خطوة شو المراحل اللي تمر فيها الحامل، وبعد الحمل لحد الطفل يبلغ 5 سنوات بيكون فيها إدارة عملية الحركة من ناحية الأم كيف حركتها، هل هي حركتها زينة، ومن ناحية شرب الماء ومن ناحية النوم هل هو كافي، وفي أشياء كثيرة. يعني تطبيق هذا حائز على جوائز بعد، أعتقد في السوق جوائز في هذا التطبيق. طفلي فائز بجائزتين، جائزة الأولى هي جائزة الشيخ حمدان وللابتكار أفضل تطبيق على قدم خبلة عن طريق الموبايل، وبعد عندك جائزة دوت كوف. والتطبيق الثالث اللي عندنا نحن هو تطبيق حياتي. تطبيق حياتي هو لمرضى السكري كيف يديرون عملية السكري عندهم من ناحية إدخال الجلوكوز قبل وبعد كل وجبة، ملخص عن عملية الجلوكوز هذا بشكل أسبوعي وبشكل يومي، إذا حاب يشارك هالمعلومات مع الدكتور بالوزن وبعد بالضغط وأشياء كثيرة معلومات فيه. وبعد في مواد توعية إذا حبيت تدير عملية السكري، بنفس الوقت بعد إذا حبيت تتجنب أنك تصير من الفئة الثانية، لأن حاليا التطبيق هو يخدم الفئة الأولى والفئة الثانية، وبعد التطبيق يخدم القائمين بالرعاية يعني جميل. للفئات هذه اللي عنده شخص مريض بالسكري كيف ممكن أنه يرعاه، يذكره بالأدوية، يذكره وايد أشياء ممكن تفيده. فشو عندك؟ عندك يمكن مسن في البيت عنده تايب 2 من السكري، ينزل التطبيق ويسوي له كل شيء، يسجل بيانات المسن، بعدين يفتح يدخل بياناته ويسجل بياناته على أساس أن الوقت تذكير الأدوية ييهو، عملية إدخال بعد وقبل الجلوكوز تكون عنده، وبعدين بيكون يعني عملية سهلة لعرض البيانات هذه على الدكتور على أساس يعطيه، وحتى لو كان ما قدر يروح للدكتور يقدر يطرشه على بريد الدكتور ويسهل عملية. والله أسامي حلوة، صحتي حياتي طفلي، أسامي جميلة جدا. البوابة الإلكترونية شو بتسمونه؟ سلامة؟ هو النظام كامل اسمه سلامة، تشتق على توقع نحن ينضمها لتطبيق في الخطة لصحتي، تكون خصائص موجودة في صحتي، أو يكون لنستحدث لشيء جديد يسمونه ماي شارت. طيب، على طاري الاستحداث، معانا هناك المهندس عبد العظيم سلطان العلماء رئيس شعبة العمليات. طبعا شعبة العمليات أنتم اللي يسموكم الجنود المجهورين، إنزين، فخلنا نتكلم عن كيف يتم ضمان توافر الرعاية الطبية للمرضى من وجهة تقنية. بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا لاستضافتكم لنا. لدينا حاليا بنية تحتية تقنية عالية التوافر، واتبعا لمنهجية استمرارية الأعمال بتقنية المعلومات، فإنه يتوافر لدينا مركز بيانات رئيسي بالإضافة لمركز. سامحنا عبد العظيم بس نغير المايك. تفضل. اشكركم لاستضافتنا، وحاليا لدينا بنيه تحتيه تقنيه عاليه التوافر، وتبعا لمنهجيه استمراريه الاعمال تقنيه المعلومات، فانه يتوافر لدينا مركز بيانات رئيسي بالاضافه لمركز بيانات احتياطي يقوم مكان مركز البيانات الرئيسي في حالات انقطاع الخدمات او الكوارث. جميع أنظمة مشروع سلامة لديها منهجية استمرارية الأعمال في المستشفيات، حيث الخوادم متوفرة كأنظمة احتياطية في المستشفيات. طيب، كيف يتم ضمان سرية المعلومات عند المريض؟ من يعني واحدة من أهم الأشياء اللي نحن نركز عليها هي عملية ضمان سرية المعلومات. صحيح. عند المريض، لأن تعرف الواحد اللي يكون عنده مرض معين أو شيء معين ما يبغي الناس يعرفون. صحيح. لدينا نوعان رئيسيان من الخدمات مرتبطة بالبيئة الخاصة بنظام مشروع سلامة. نعم. حيث تنقسم إلى بيئة داخلية وبيئة مستضافة.
حيث يتم توفير طبقة أمن منفصل لخدمات مشروع سلامة مع جدار الحماية، حيث تتفقد حركة مرور بيانات الغير موثوق منها عبر خدمات داخلية لنظام مشروع سلامة، ضامنة بذلك سرية حركة المعلومات. يسألوني الضيف ولد الشيخ سلطان العلماء. نعم. عموما يعني نحن نتمنى لكم التوفيق، بس أنا أبغي أذكر المستمعين كذلك أخواني بموضوع ضرورة أن عند تفعيل نظام سلامة في شهر أبريل لازم المرضى يتعاونون وشوية يعني يصبرون على اللي شغالين موجودين في عبر هذا النظام، لأن النظام هذا لمصلحتكم يا جماعة الخير، موجود لمصلحتكم، بيطبق في دبي، هو نظام خاص بالهيئة، فالمستندات والوثائق المطلوبة أثناء تفعيل النظام، الهوية الإماراتية، بطاقة صحية، تأمين الصحي إذا كان تأمين موجود ومربوط بالهوية، وأيضا يعني ما نذكركم كذلك إذا في حال استفسروا أو بغوا أي بيانات أكثر نبغيكم تتعاونوا مع الفريق. ليش؟ لأن صدقوني هذا النظام فوائده كبيرة، صح ولا أختي عايشة؟ خبرينا، لأن يسألوني هل بيتم تطبيقه في دبي فقط، فنشرح له النظام شيء على السريع، شو هو النظام؟ النظام نفس ما قلت أخوي محمود أنه عبارة عن حصول المريض على ملف إلكتروني طبي موحد لكافة المنشآت الصحية اللي تابعة لهيئة الصحة دبي. فحاليا لين بداية 2018 إن شاء الله، وخلال 2017 نحن إن شاء الله بنغطي كل المنشآت الصحية اللي هي تابعة لهيئة الصحة دبي. طبعا النظام يعطينا له عدة إيجابيات. أول شيء أن حصول ملف إلكتروني موحد للمريض، يعني إذا زار مستشفى دبي ولا زار مستشفى راشد ولا لطيفة بيكون الملف واحد إلكتروني واحد. نعم. وين ما يروح؟ نعم. فحوصات، إشاعات، الصور كذا. نعم. حتى الجراحات اللي هو عملها أو حتى لأفراد الأسرة تكون موجود. نعم. إيه بدال ما تعرفين تسيرين الدورين وتطلعين الملف هذا بالشكل يدوي يطلع في الموبايل بعد كذلك عند نعم يقدر المريض وليد يقدر المريض يحصل على حتى نسخة من ملفه عن طريق إذا هو بغى يسوي مثل الطلب ويحصل على كل المعلومات اللي هو يحتاجها عند زيارة أي منشاة صحية. زائد طبعا احنا يعني النظام بيزيد كفاءة الأطباء لأنه ملف إلكتروني واحد، فالطبيب بيحاول أنه سهولة البحث للملف الإلكتروني بيكون سريع. نحن قلنا هذا أضخم مشروع تقني، كم تقريبا صارفين عليه؟ ولا ما تبغين تعلنين؟ لا ما نقدر نعلن عن الصرف، بس هو أكبر مشروع تقني صحي في الشرق. إيه لأن مشروع كبير. نعم. جدا. الهوية الإماراتية، البطاقة الصحية، بطاقة الصحة الإلكترونية، ملف إلكتروني موحد بين جميع المستشفيات، وأيضا هذا الملف حتى إذا سافر برا ممكن يفتحها ويراوي الدكتور. نعم ما في داعي حتى يأخذ اللي هي تقرير مطبوع، يقدر عن طريق الموبايل حتى النتائج المخبرية. يعطيكم ألف عافية. أنا أبغي أتوجه بالشكر الجزيل لهذه الإدارة المتميزة، إدارة تقنية المعلومات في هيئة الصحة بدبي، هذا الإنجاز الكبير اللي أنتم حققتوه، شكرا لكم. شكرا لختمان الجسمي مديرة إدارة تقنية المعلومات، وأيضا الشكر للأستاذ وليد الظهوري رئيس قسم التطبيقات المؤسسية في هيئة الصحة بدبي، وعايشة العلي أختي عايشة بس ذكرين بالبوزيشن رئيس بناء فريق مشروع سلامة. ما شاء الله عليك. وأيضا كل الشكر لي أنا هذا الريال أحبه. ليش؟ لأنه يعني وايد يشتغل في الخفاء، ما نشوفه وايد في الهيئة، لكن شغله عظيم لأنه اسمه عبد العظيم. شكرا لك عبد العظيم سلطان العلماء رئيس شعبة العمليات في تقنية المعلومات، والشكر الجزيل لكم مستمعين الكرام على طولة بالكم على أنكم تحملتونا في هذه الساعة، وإن شاء الله باكر بتكون عندنا مواضيع جديدة، وإن شاء الله بعد كذلك بتنضم لنا حسب ما قالت الدكتورة ندى الملة في حلقة غد الغد إن شاء الله. كل التحيات لك نمر محمد عبده المبدع دائما، وهذه تحياتي محدثكم أخوكم الصغير محمود يوسف العلي، وفي الختام نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.